السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، بعض السلف ذكر قال: قد يعمل العبد ذنبا فيدخل به الجنة، ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. يسوي الذنب المعصية ويدخل الجنة، يسوي الطاعة ويدخل النار، شلون؟ قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال يذكر ذنبا فيحدث له انكسارا وذلا وندما، ويكون ذلك سبب نجاته. سبحان الله، يتأثر من الذنب اللي قام به فيكون سبب لرجوعه لله عز وجل. وآخر: يعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه كلما ذكرها أورثته عجبا وكبرا ومنه، فتكون سبب هلاكه. سبحان الله، تصدق بمئة ريال، جاء في نفسه: أنا تصدقت. قام الليل بركعتين، أنا قمت الليل. يورثه عجب كبر في نفسه، يقول: أنا خلاص، أنا مو من الهالكين، أنا سالم، يقول: أنا ناجي. خلاص ينورث عجب كبر ومنه للأعمال اللي يقوم بها. لذلك روي عن الإمام مالك أنه كان يقول: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أربابا، وانظروا إلى ذنوبكم كأنكم عبيد، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. إياكم حبايبي أنكم تقولون هذا من أهل النار وهذا من أهل الجنة، ولا تتكبر على أهل المعصية، لكن ادع الله لهم الهداية. وإذا شفت واحد مبتلى قل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، فضلني على كثير ممن خلق تفضيلة. الخير اللي أنت فيه من الله، والله قادر أن ينزع منك، فاحمد الله واشكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.